السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعين كرام متابعي قناه من الاخر. خلاص معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الخميس 21/4/2022 في الجوله 28 من الدوري العراقي. اليوم الكرخ فاز على نفط ميسان 1-0، احرز الهدف جعفر عبيس كاظم في الدقيقه 91. زاخو والكهرباء والميناء امام سمراء. الميناء امام سمراء انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1، احرز ده في الميناء ونار طه من ضربه جزاء في الدقيقه 55. هدف سمراء عن طريق سعد في الدقيقه 86 عن طريق من ضربه جزاء. زاخو تعادل امام الكهرباء 1-1، احرز ده في الكهرباء مصطفى علي في الدقيقه 77. هدف زاخو، يا ريت تكتبلي في التعليقات لو عارف لان الموقع مش كاتب، انا اسف يعني. الجوله بدات يوم ايه بقى، يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022. النفط فاز على الطلبه 1-0، نفط الوسط فاز على الديوانيه 2-0. امس الاربعاء 20/4/2022 بغداد فاز على القاسم 3-0، نروز تعادل امام الزوراء 0-0، والشرطه فاز على الصناعه 1-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين. متصدر الدوري العراقي في المركز الاول الشرطه ب 70 نقطه، الطلبه المركز الثاني ب 56 نقطه، نفط الوسط المركز الثالث ب 51 نقطه، القوة الجوية المركز الرابع ب 48 نقطة، الزوراء المركز الخامس ب 47 نقطة، النفط المركز السادس ب 43 نقطة، النجف المركز السابع ب 41 نقطة، زاخو المركز الثامن ب 38 نقطة، أربيل المركز التاسع ب 35 نقطة، نفط البصرة المركز العاشر ب 34 نقطة، الكهرباء المركز 11 ب 34 نقطة، نفط ميسان المركز 12 ب 34 نقطة، الصناعة المركز 13 ب 32 نقطة، نروز المركز 14 ب 32 نقطة، بغداد المركز 15 ب 30 نقطة، القاسم المركز 16 ب 30 نقطة، الكرخ المركز 17 ب 27 نقطة، الديوانية المركز 18 ب 21 نقطة، الميناء المركز 19 ب 17 نقطة، وساموراء المركز 20 الأخير ب 11 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين متابعين الكرام في المركز الاول محمود المواس لاعب الشرطه ب 15 هدف، المركز الثاني الهواري الطويل لاعب الزوراء ب 10 اهداف، ومهند عبد الرحيم كرار لاعب نفط الوسط، والمركز الثالث احمد فرحان لاعب نفط البصره ب 8 اهداف، وحمادي احمد لاعب القوه الجويه، ومهيمن سليم الملاخ لاعب الكهرباء، وواسو رمضان لاعب الطلبه لاعب رمضان يعني، وقع رمضان عنده 8 اهداف، وحيدر عبد الرحيم بعد كده لاعب نفط الوسط نفط البصره عنده 7 اهداف، يتساوى مع محمد داوود لاعب الشرطه. اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.